الشيء المؤكد أنه على المستوى الوطني وعلى المستوى العام فالعملية تجري في ظروف جيدة وحسنة، وما تلقينا يعني أي إخطارات. أكيد كان بعض الأماكن لظروف معينة العملية الانتخابية تلقى فيها بعض الصعوبات، لكن أكيد نحن كسلطة سنتعامل مع الوضع لتوفير، لأنه الانتخاب هو حق دستوري للمواطن، ونحن كسلطة لابد أن نساعد المواطن لممارس حقه الدستوري دائما في إطار القانون. السلطة الوطنية أكدت على أنه لن يكون هناك تزوير، والسلطة الوطنية وضعت كل الشروط المادية والبشرية لضمان نزاهة العملية الانتخابية، بل ذهبنا أبعد من ذلك أنه حتى ممثلي المترشحين سيرافقون محاضر الفرز من المكاتب التصويت إلى غاية إيداعهم على المستوى المجلس الدستوري. محاضر الفرز التي ستكون رسمية ستكون موجودة في موقع السلطة، ويمكن لأي مواطن أن يتأكد بنفسه. شفافية هذه ما يؤكدها اليوم يعني التواجد الكبير للصحافة الأجنبية، راه حاليا متواجد أكثر من 180 صحفي أجنبي، يعني من كل أكثر من 180 صحفي أجنبي كما قلت، من كل وسائل الإعلام الأجنبية بكل اللغات. ذلك بقرار من السيد رئيس السلطة يعني تم منحهم كل حرية العمل، يعني العمل بدون تقييد، عندهم كل حرية التنقل وكل حرية يعني القيام بالعمل تحم في ظروف جيدة وحسنة.